أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. 22 قتيلا في تفجيرات عدن ومقتل مسلحين في مديرية الشيخ عثمان. مواجهات متواصلة في تعز، والتحالف يسلم جبهة حيفان للجيش الوطني. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 13 مليون يمني بحاجة للمعونات الغذائية. قال مسؤول أمني في مدينة عدن إن 22 شخصاً قتلوا على الأقل في 3 تفجيرات انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت نقاط تفتيش تابعة للأمن في المدينة، وانفجرت سيارتان مفخختان في حي الشعب على المشارف الغربية لمدينة عدن، في حين انفجرت سيارة إسعاف عند نقطة تفتيش قرب محطة الحسوة الكهربائية. وذكرت مصادر أمنية أن اشتباكات مسلحة عقبت الانفجار يعتقد أنها مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. وبحسب المصادر فقد كانت تلك العمليات تسعى للوصول إلى معسكر قوات التحالف العربي في منطقة البريقة. وفي سياق متصل، لقي مسلحان مصرعهما أثناء محاولتهما الهجوم على أحد المراكز الأمنية في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. وقال مراسل قناة بلقيس إن عنصرين من أفراد حراسة شرطة القاهرة أصيبا في الهجوم الذي نفذه المسلحون باستخدام القنابل اليدوية. وقال مصدر أمني إن قوات الأمن ضبطت حافلة المسلحين المفخخة بالمتفجرات وتمكنت من تفكيكها. ليلة دامية شهدتها عدن، راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة المؤقتة عدن. 3 عمليات انتحارية استخدمت فيها سيارات مفخخة استهدفت حواجز أمنية ونقاطا تابعة للأمن في المدينة. 2 منهما انفجرتا في حي الشعب من الجهة الغربية، بينما انفجرت سيارة إسعاف استخدمها المهاجمون بغرض التمويه عند نقطة تفتيش قرب محطة الحسوة المنشأة الكهربائية الكبرى في المحافظة. حصيلة ثقيلة تخلفها الأحداث الإرهابية على السكان والممتلكات في عدن، التي تحررت من قبضة الميليشيا في يوليو الماضي، لكنها ومن الواضح ستظل تدفع كلفة التحرير باهظة. لطالما تشير أصابع الاتهام وراء كل حادثة إلى خلايا يحركها الرئيس المخلوع وذراعه في المدينة، وهو ما ذهب إليه محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي في إشارة إلى مجمل العمليات السابقة ومن يقف وراءها. لا تكشف الأحداث الإجرامية من وقت إلى آخر وجه المنفذين لهذه العمليات، بل أيضا تأخذ في طريقها غياب المسؤولية الأمنية للقائمين على الجانب الأمني في العاصمة المؤقتة، إذ يجب أن يظل الملف الأمني أكثر الملفات حضوراً وتأثيراً في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظات الجنوبية عموماً وهذه المدينة على وجه الخصوص. تبدو عدن في عين القاتل المتخفي الذي يبتكر من وقت إلى آخر طرقاً وأساليب مختلفة في محاولة الإعلاء من شأن الجريمة فيها، وبهدف زعزعة الأمن وكشف الحالة الأمنية المتردية إلى أبعد مدى. تقول المصادر هذه المرة إن معسكر قوات التحالف العربي في منطقة البريقة كان هو الهدف، غير أن أهداف الجماعات المسلحة تتعدد بتعدد نزواتها، فالضحايا دوما لم يكونوا سوى وقود حروب الجماعات الخاسرة في ظل استمرار النيل من سلامة وأمن المدينة وأبنائها. تنسحب جرائم الجماعة الإرهابية على المدنيين والمنشآت الحكومية والخاصة كما على العسكريين، ولا فرق في قائمة أهداف الجماعة الإرهابية وتساقط الضحايا. فالأشهر القليلة الماضية شهدت فيها عدن مسلسلا طويلا من العمليات المشابهة، لم يكن آخرها حادث دار المسنين، لكنها كانت الأكثر فظاعة إذ راح ضحيتها 16 موظفا في الجمعة الدامية. قبلها أيضا هاجم مسلحون مقر الحكومة في فندق القصر، وبين هذا وذاك سقط العشرات من أبرز القيادة في الدولة وأجهزتها المختلفة. ومعنا من عدن مراسلنا آدم الحسامي. آدم، كيف
تجري الأوضاع اليوم في عدن بعد يوم دام؟ منذ الصباح الباكر حاولنا الذهاب إلى منطقة البراقة إلى أمام معسكر التحالف، لكن الطريق كان مقفلا مع سماع أصوات اشتباكات وتحليق للطيران في أقرب منطقة إلى المنصورة في التفجير الثالث أمام المحطة الكهروحرارية. كانت لا زالت الأشلاء بعض الضحايا في على الأسفلت وبقايا السيارة المفخخة مع تجمع للمواطنين. المأساة كانت دامية في أكثر الضحايا من المدنيين من المنطقة ذاتها، منطقة مدينة الشعب. نعم، التحركات الأمنية التي قامت بها السلطة المحلية آدم اليوم بعد التفجيرات التي حدثت بالأمس وصباح اليوم؟ للأسف في الخط الواصل ما بين مديرية المنصورة ومديرية البراقة لم تكن بتلك التعزيزات الأمنية القوية، هناك أفراد من شباب المقاومة في النقاب ذاتها، فيما في المديريات الجنوبية في خرمكسر والمعلى والتواهي هناك ظلت التعزيزات الأمنية والانتشار الأمني في ظل إقامة الاحتفالات بمناسبة بدء عاصفة الحزم. هناك في اللواء 39 كان هناك عرض عسكري، وفي قاعة كورال أمام فندق عدن في خرمكسر كان هناك احتفال حضره مدير أمن عدن. نعم آدم، الإحصائيات الأخيرة للضحايا الذين سقطوا أمس في تفجير البريقة وصباح اليوم في الشيخ عثمان ما هي؟ حاولنا من أكثر من مستشفى تجميع إحصائيات طبية، كانت الحصيلة قرابة 22 قتيلا، فيما إدارة أمن عدن أصدرت بيانا غير مفصل أنه 37 ضحية ما بين قتيل وجريح. الاشتباكات التي حدثت أمام قسم شرطة القاهرة لم تؤدي إلى مقتل أفراد من المقاومة والأمن، إنما قتل المسلحان الذين هاجموا قسم شرطة القاهرة. أشكرك جزيلا الشكر مراسلنا من عدن آدم الحسامي، كنت معنا عبر الهاتف. ذكرت وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج أن حكومتها تبذل ما بوسعها لإطلاق سراح قس كاثوليكي اختطفته جماعة إرهابية في مدينة عدن. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن القس خطف من قبل مسلح القاعدة في الرابع من مارس الجاري خلال الهجوم الذي استهدف دار المسنين وأودى بحياة 16 شخصا بمديرية الشيخ عثمان. قصف طيران التحالف العربي موقعا يعتقد أنه مخزن لعناصر تنظيم القاعدة على خط قرية سفيان شرقية مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. وقالت مصادر محلية لقناة بلقيس إن الغارة دمرت مبنى إدارة المشتل الزراعي بالحوطة الذي يسيطر عليه التنظيم. وفي السياق ذاته قصفت طائرة أباتشي تابعة للتحالف منزل قياديين بتنظيم القاعدة في منطقة المحلة جنوب مدينة الحوطة. وذكرت المصادر أن غارة أخرى استهدفت منزل قيادي يقطن بحي الرباط في المحافظة. قصفت الميليشيا حي الكم بالأسلحة الثقيلة من مواقع تمركزها في القصر الجمهوري شرقية مدينة تعز. وقالت مصادر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت في أحياء الدعوة والزهراء والصفا وكلابة بعد محاولة الميليشيا التقدم باتجاه مواقع المقاومة. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية لقناة بلقيس أن قيادة التحالف سلمت جبهة حيفان لقوات اللواء 35 بعد استكمال تطهير مناطق المصراخ. وأضافت المصادر أن قيادة اللواء أرسلت كتيبة من قواتها العسكرية إلى الجبهة. ومعنا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، ما هي تفاصيل تسليم مناطق حيفان والمصراخ للواء 35 مدرع؟ قوات التحالف العربي أسندت مهمات كثيرة لقوات الجيش الوطني المتمثلة بقوات اللواء 35 مدرع، وقوات اللواء 35 مدرع أنجزت عددا من هذه المهام التي أوكلت إليها
وما زالت تعمل على إنجاز بقية المهام التي أوكلت عليها من قوات التحالف العربي. وهذه القوات تنتشر حاليا في عدد من مديريات الحكومية لتأمين هذه المديريات والعمل على منع الميليشيات الإنقلابية من التقدم فيها أو السيطرة عليها. اللواء 35 مدرع ينتشر في عدد من المديريات في حيفان ومديرية المسراخ وعدد من المديريات الحجرية التي لم تصل إليها قوات الانقلاب بسبب تواجد قوات اللواء 35 مدرع التي تنتشر في عدد من المديريات بحسب المهام الموكلة إليها رسميا من قوات التحالف العربي والقيادة الشرعية. نعم فوز، هل يعني أسندت للواء مهام قتالية أخرى غير تلك التي يعني تعمل على تأمين المناطق التي تم تحريرها؟ قيادة التحالف العربي والقيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية أوكلت إلى اللواء 35 مدرع إلى جانب تأمين مديرية الحجرية تحرير مديرية المسراخ بالكامل. وقد عملت هذه القوات على إنجاز هذه المهمة حيث بدأت بتحرير نجد قتيم ومن ثم تحرير باقي مديرية المسراخ وعزلة الأقرور بالكامل. القوات اللواء 35 مدرع موكل إليها الآن مهمات قتالية أخرى في عدد من مديريات محافظة الحجرية من عدد مديرية مدينة الحجرية عفوا. وتعمل هذه القوات على إنجاز هذه المهمات التي أوكلت إليها رسميا من قوات التحالف العربي والقيادة الشرعية. نعم فواز، هل تم مساندة اللواء ودعم اللواء بقوات عسكرية لأداء المهمة القادمة للواء؟ اللواء 35 مدرع يعتمد على جنوده الذين انضموا اليه او من بقي من اللواء من ابنائه السابقين، ولكنه يعتمد بشكل رئيسي على المنضمين اليه من وحدات عسكريه اخرى او من الذين عمل اللواء 35 على تجنيدهم وتدريبهم وانضمامهم للواء 35 مدرع. لم تصل الى قوات اللواء 35 مدرع اي قوات غير قواته، ولا توجد اي قوات من قوات التحالف العربي في ضمن اطار اللواء 35 مدرع. ما قصدته فواز يعني الاسلحه والعتاد العسكري، هل تم دعم اللواء بمعدات عسكريه؟ اللواء 35 مدرع مثله مثل بقيه الوحدات العسكريه والتشكيلات المقاومه الشعبيه في مدينه تعز، تسلم نفس الاسلحه بحسب قائده، تسلم نفس الاسلحه ونفس الامكانيات التي تسلمتها بقيه الالويه العسكريه في تعز وتشكيلات المقاومه الشعبيه. لا توجد اي اليات عسكريه ثقيله للواء. اشكرك جزيل الشكر مراسلنا من تعز فواز الحمادي. فرضت قوات الجيش الوطني سيطرتها على منطقة قرن الصفراء بعد معارك استمرت لأسابيع في محافظة شبوة. وقال مصدر عسكري إن عناصر من الميليشيا فرت من مناطق تمركزها في مرتفعات جبل المنقاش بمديرية عسيلان. ما كان لقادة وأفراد الجيش الوطني أن يلتقوا قبل هذا اليوم في هذا المكان، فقد كان واحدا من أكثر المناطق خطورة في مديرية عسيلان بشبوة، وكانت مدافع وقناصات ميليشيا الحوثي توقف كل حركة تدور فيه. ووفقا لتصريحات قيادة الجيش الوطني فقد تم تطهير معظم هذه المساحات، وما تبقى لا يمثل خطورة استراتيجية. تم بحمد الله السيطرة على مرتفعات الصفراء، ولم تتبقى إلا جيوب يعني داخل المنطقة نفسها. وكانت خطة جديدة لتحرير مناطق جديدة في محافظة شبوة قد أعلنت قبل أسبوع وحققت تقدما في خطوط سير كانت الميليشيا تتخذها لتهريب مشتقات نفطية لصالح مقاتليها في جبهات عدة. كما تهدف الخطة إلى قطع إمدادات الحوثيين القادمة من البيضاء، وتحديدا بسط السيطرة على منطقة النقوب التي حافظت الميليشيا عليها لفترات طويلة باعتبارها ممرا للمقاتلين ومهربا لهم أوقات الشدة، وهي كثيرة هذه الأيام بعد أن عزز الجيش الوطني من قواته هناك ودعم جبهاته بمعدات حديثة وبمقاتلين. ينتظر منهم حسم جبهة ظلت مفتوحة لما يزيد عن عام وظل معها واحد من أهم قطاعات البلاد متوقفا. دان الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل المصور الصحفي محمد اليمني برصاص ميليشيا الحوثي في مدينة تعز، وطالب رئيس الاتحاد جيم بوملح الأطراف المتحاربة التوقف عن الاستهداف المنظم للصحفيين الذين يحاولون تغطية الحرب في البلاد.
وقال إن الاتحاد سيعمل بكل ما في وسعه لمقاضاة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين. ودعا أبو ملح المؤسسات الإعلامية لتتحمل مسؤوليتها بتوفير معدات السلامة للصحفيين العاملين في الميدان، لافتا إلى أن على الصحفيين توخي الحذر. سياسيا، ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن العمل بدأ لتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر المقبل، وأن هذه اللجان ستكون تحت إشراف الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الإعلان الصادر عن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار جاء بعد تأكيدات على البدء بتشكيل لجان تثبيت ومراقبة لوقف إطلاق النار في كل المناطق اليمنية التي تشهد مواجهات، وفي مقدمتها تعز ومأرب والجوف وشبوة وحجة. وبحسب المصادر فإنه لن يأتي تأريخ العاشر من أبريل إلا وتكون اللجان قد دشنت عملها وانتشرت في مناطق المواجهات. قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن مفاوضات الكويت هي الفرصة الأخيرة للسلام، مؤكدا أن الميليشيا لم يتبقى لها سوى الانصياع للقرار الأممي 22/16. وأضاف اليماني أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يسري تحت تفعيل لجنة الرقابة والمتابعة العسكرية عن طريق مشاركة الوجهات القبلية والعسكرية. ولكن مع هذا نحن نتعامل مع حق شعبنا في العيش الكريم بسلام، نمدد يدنا من أجل السلام، وفي نفس الوقت نتحرك من أجل إقناع المجتمع الدولي أن لا طريق إلا القرار 2216. فنحن نعتقد إذا كان هذه قناعة الطرف الانقلابي أنه لا بد من السلام ولا بد من العيش المشترك. إلى ذلك قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إنه لا يوجد أي حوار سياسي، بل هناك مشاورات سياسية لكيفية تنفيذ القرارات الدولية من أجل تحقيق السلام والشرعية الدولية على الأرض. وقال الأصبحي في مداخلة لبرنامج فضاء حر على قناة بلقيس إنه لا يمكن إنهاء المسار السياسي، معتبرا أن المشاورات هي واحدة من المرتكزات التي لا يمكن التراجع عنها. لا، ليس هناك حوارا من أجل الحوار السياسي، هناك مشاورات من أجل تحقيق السلام والعودة إلى تحقيق الشرعية الدولية على الأرض. طيب، وبالتالي عندما نذهب في جنيف واحد أو جنيف اثنين أو في الحلقة في الكويت، الأمور محددة في إطار واضح جدا بأنها مشاورات. عسكريا، قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن المعارك على الأرض تعد واحدة من الجولات التي تخوض فيها الحكومة العملية السياسية. وأكد الأصبحي أن المسار السياسي لا يعني تخاذلا عن الجانب العسكري ولن يشكل تجاوزا لرأي المقاومة الشعبية. وفي السياق ذاته قال الأصبحي إن هناك قصورا في دعم تعز خاصة في الجانب الإغاثي والعسكري. المسار السياسي لا يعني ابدا نوع من التخاذل عن الجانب العسكري. هناك نقاط يجب ان تكون واضحه لدينا، اولا بان المقاومه على الارض هي تقاوم عن ذاتها وتقاوم عن نفسها وتقاوم عن مدنها، وبالتالي لا يعني ابدا بانه سيكون هناك اي نوع من التجاوز لراي المقاومه او مساله انها تستسلم او غير هذا غير منطقي. نحن في الحكومة دائما ما نطرح بأن تعز مظلومة في كل النواحي الإنسانية والإغاثية والعسكرية. الملف العسكري بحاجة إلى قريبون منهم سيد عز الدين عن هذا. نعم، والآن الكتلة السياسية لتعز من وزراء ومستشارين تضغط باستمرار مع الحكومة ومع... باقون معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. عام على العمليات العسكرية للتحالف، أين كانت اليمن وأين أصبحت؟ ٢٢ قتيلا في تفجيرات عدن ومقتل مسلحين في مديرية الشيخ عثمان. مواجهات متواصلة في تعز والتحالف يسلم جبهة حيفان للجيش الوطني. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 13 مليون يمني بحاجة للمعونات الغذائية. أهلا بكم من جديد. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نحو نصف محافظات اليمن أصبحت على حافة المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة إلى معونات غذائية.
وقال نائب مدير الشؤون في اليمن لبرنامج الأغذية العالمي أدهم مسلم إنه من منظور الأمن الغذائي فقد صنفت 10 محافظات يمنية على أنها تمر بحالة طوارئ، وأوضح أن القتال والغارات خلال العام الأخير تسبب في نزوح نحو 2,300,000 شخص، وجعلت أكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة في حاجة ماسة للمعونات الغذائية. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التصرف فورا لتقديم المعونات الإنسانية مباشرة إلى اليمنيين. يصادف اليوم مرور عام على عمليات التحالف العربي في اليمن بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي لإعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع. عام مثقل بالحرب والحصار والقصف الميليشاوي على المدن وفشل كافة مساعي فرض السلام في اليمن. افتقد الناس السلام والدولة وفرص الحياة، وتضاءل سقف أحلام اليمنيين خلال هذا العام بحق البقاء على قيد الحياة. عام مر كمئة عام غابت فيه الدولة وحضرت الفوضى والميليشيا، وتحول الناس لمجرد أرقام في الإحصائيات الدولية وقوائم المنظمات الإنسانية. نفتح اليوم ملف مرور عام على عمليات التحالف العربي في اليمن، أين كانت اليمن وأين أصبحت؟ نقدم رصدا لمآلات الأمور وأبرز محطات الحصاد المر. خلال ساعات الفجر الأولى في 26 من مارس عام 2015 شنت طائرات التحالف العربي غارات ضد أهداف عسكرية سيطرت عليها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في العاصمة صنعاء ومحيطها. وأعلن التحالف العربي بدء عملياته العسكرية في اليمن بطلب من الرئيس هادي وبهدف إعادة الشرعية. في مثل هذا الشهر من العام الماضي وتحديداً فجر 26 من مارس ومن دون أي مقدمات، أعلن التحالف العربي العسكري بدء عمليات ما أسماه بعاصفة الحزم، كان الهدف منها هو إعادة الشرعية كما يقول إلى اليمن بناء على طلب من الرئيس هادي حينها. نجح التحالف بداية في منع استكمال سيطرة الميليشيا الذراع الإيراني في الجنوب العربي على مناطق البلاد كافة، بعد أن وصل هؤلاء إلى مشارف حضرموت شنت طائرات التحالف الناشئ عشرات الآلاف من الغارات وتم إغلاق المجال الجوي والبحري والبري خلال دقائق. فيما يخص الدفاعات الجوية نؤكد أنه تم تحييد ما نسبته تفوق 95% إلى 98%. واليوم وقد وصلت المعارك إلى مشارف صنعاء يمكن القول إن التحالف تمكن من انتزاع مساحات واسعة من الأراضي من قبضة الجماعة الإنقلابية عوضاً عن تدمير جزء كبير من ترسانة أسلحتها، لكنه أيضاً دمر مدارس وطرقات وجسور واستهدف أسواقاً شعبية كانت تتحصن فيها الميليشيا. أما الحوثيون وأنصار المخلوع صالح قتلوا أكثر من 6,000 مدني بحسب إحصاءات أولية، وما يزالون يقودون هجماتهم في تعز والبيضاء وشبوة والحديدة وحجة. عام من الحرب إذن يغرق البلد في الفوضى بعد أن كان يوصف باليمن السعيد، فيما يزداد الحديث عن فساد المسؤولين في الحكومة الشرعية. فشلوا في تقديم نموذج مشرف، خصوصا أنهم أخفقوا تماما في التعامل مع الملف الإنساني كالجرحى والنازحين. في ظل اتساع رقعة الفقر في الأرياف التي فر إليها آلاف المدنيين هربا من القتال والفساد وتدمير مؤسسات الدولة، ليتضح المشهد أكثر أن البلد وقع بين فكي كماشة القبضة الأمنية والفساد وتدمير مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الإنقلابية الذين يصرون فيها على القتال، وفشل الجانب الحكومي وفساده في المناطق المحررة. عام على توقف الحلول السياسية واستمرار البلاد في دوامة العنف التي قادتها إليها ميليشيا الحوثي والمخلوع. فشلت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في إحداث أي اختراق لجدار الحرب وجر الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار الذي من شأنه إنهاء الأزمة المندلعة منذ أكثر من عام ونصف. عام على بدء عمليات التحالف في اليمن تكشفت فيه مجموعة من الحقائق وسقطت خلاله مجموعة من الأوهام. في فجر 26 من مارس 2015 انطلقت أكثر من 100 طائرة عسكرية تابعة للتحالف العربي
المكون من 10 دول بقيادة السعودية للأجواء اليمنية، وخلال دقائق قليلة استطاعت السيطرة على الأجواء اليمنية وضرب المطارات العسكرية وعدد كبير من الأهداف العسكرية ومخازن الأسلحة، خاصة منظومة الصواريخ متوسطة وطويلة المدى. تحولت اليمن بعدها إلى الخبر الأول في معظم وسائل الإعلام في العالم، وكان التدخل العسكري بمثابة إعلان فشل المسار السياسي في البلاد الذي أعقب التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد، وما تلاه من انعقاد مؤتمر الحوار وتشكيل لجنة للدستور وأخرى للأقاليم. مثلت عمليات التحالف في اليمن صدمة كبيرة وغيرت من موازين القوى وأحدثت ارتباكا في وسط تحالف الحوثي والمخلوع. أما إقليميا ودوليا فقد كان هناك ذهول بسبب تلك العمليات وتوقيتها المفاجئ. المسار السياسي للأزمة اليمنية منذ بدء عمليات التحالف كان هامشيا بسبب حدة الانقسامات والتباينات بين الأطراف السياسية اليمنية واختلاف أجندة الأطراف الدولية والإقليمية. فخلال عام كامل من الاقتتال لم تتمكن الأمم المتحدة بالرغم من رعايتها للمشاورات بين الأطراف السياسية مرتين في سويسرا في إحداث أي انفراج سياسي ينهي الأزمة. أخذت الأزمة اليمنية مداها وتشرد آلاف اليمنيين ونزحوا داخليا وخارجيا وازدهرت المقابر ومهنة حفاري القبور. تفاقمت معاناة الملايين واقفل العالم مطاراته في وجوه اليمنيين. وبالرغم من كل هذا لم يتعب المتحاربون وما زال المخلوع والميليشيا يتعهدون بتقديم مزيد من الضحايا والكثير من الدمار. شعب اليمني 27 مليون سيظل موجود، خذوا لكم مننا 1 مليون شهيد. تعتقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية أن حزمة القرارات الأممية التي اصدرتها بخصوص اليمن هي أقصى ما يمكن أن تقدمه لليمنيين دون أن تسعى جديا لتطبيقها والحرص على إبقاء اليمن في قلب التنور بانتظار أن تنضج طبخات في أماكن أخرى من العالم يتم فيها مقايضة حياة الشعوب بمصالح القتلة. لا مكان لحل سياسي، هكذا تشير الحشود وحالات التحشيد، ولا يمكن البناء على حلول سياسية تقوم على غير العدالة ونزع السلاح من يد الميليشيا وملاحقة مرتكبي الجرائم. وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تستمر الحروب إلى الأبد، كما لا يمكن لأحد أن يحكم البلاد بقوة السلاح، معادلة يفترض بكافة الأطراف أن تكون قد استوعبتها ووعتها جيدا بعد عام من توقف الحياة في بلد يحتاج أكثر من غيره للحياة. ركزت قوات التحالف العربي خلال هذه العمليات على استهداف التحركات العسكرية للميليشيا وإسناد قوات الشرعية على الأرض. الزميل محمد القاسم يفصل لنا أبرز المناطق التي استهدفتها غارات التحالف خلال عام. أهلا بكم. عام على التدخل العربي لإسناد الشرعية في اليمن. في مثل هذا اليوم وبالتحديد 26 مارس استجابت عدد من الدول العربية بقيادة السعودية لنداء الشرعية في اليمن، وأعلنت تشكيل تحالف عسكري لمواجهة ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع. 16 دولة، والنتيجة تدمير المخزون العسكري الكبير للميليشيا في عدة محافظات. الضربات الجوية الأولى في مرحلتها الأولى من عاصفة الحزم ركزت على منع استخدام ميليشيا الحوثي للطائرات والقدرات الجوية والقضاء على الصواريخ البالستية التابعة للميليشيا وبطاريات سام وتدمير مخازن الأسلحة واستهداف المراكز والألوية التي تساند الحوثيين ومحاصرتهم ومنع وصول الإمدادات إليهم. في نهاية إبريل من العام الماضي أعلنت قيادة التحالف انتهاء عملية عاصفة الحزم وانطلاق عملية إعادة الأمل، وهي مزيج من العمل السياسي والعمل الدبلوماسي والعمل العسكري. في هذه المرحلة ركزت قوات التحالف خلالها على استهداف التحركات العسكرية للميليشيا وإسناد قوات الشرعية على الأرض. في بدء عملية إعادة الأمل أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل أكثر من 900 شخص منذ انطلاق العملية وإصابة أكثر من 3000 بجروح. مع دخول العملية الجوية للتحالف عامها الثاني
تصبح خارطة السيطرة العسكرية على الأرض لصالح الشرعية، سيطرة تتجاوز 70% بعد تطهير المحافظات الجنوبية ووصول الجيش الوطني إلى المشارف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. وفي حين عادت الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد السيطرة عليها، هناك 5 جبهات مفتوحة في الشمال والوسط والجنوب الغربي. جبهة نه شمال شرق العاصمة وهي أكثر الجبهات أهمية حاليا مع تقدم القوات والمقاومة نحو الضواحي الشمالية الشرقية تجاه العاصمة صنعاء. أما جبهة محافظة الجوف شمالا فهي ثاني أكبر جبهة تتقدم فيها قوات الجيش الوطني بمساندة التحالف، باعتبار الجوف محافظة حدودية لمحافظة صعدة معقل الميليشيا. وشكلت جبهة حرض ميدي شمال غرب محافظة حجة انكسارا كبيرا للميليشيا خلال الشهر الماضي، حيث تقدم الجيش الوطني بإسناد بحري وجوي من قوات التحالف حتى استعادة السيطرة على ميناء ومدينة ميدي المطمع التاريخي لميليشيا الحوثي كمنفذ بحري على البحر الأحمر. جبهة الجوف من الشرق وحرض ميدي من الغرب تشكلان كماشة على محافظة صعدة، ومن جبهات الاستنزاف تعتبر محافظة تعز أكبر ساحة مواجهات متعددة، كما أنها من أكثر الجبهات تعقيداً واستنزافاً للميليشيا. كذلك تبدو جبهات البيضاء والضالع وشبوه وإب ساحات لمواجهات متقطعة. المتحدث باسم قوات التحالف أحمد عسيري قال إن 90% من الأراضي اليمنية تحت سيطرة قوات الشرعية، وأن العمليات ستستمر إلى حين عودة الشرعية إلى صنعاء. وأشار عسيري إلى أن مساحة العمليات العسكرية تقلصت من حيث الامتداد وباتت مركزة في نقاط محددة بعد أن بات الجهد العسكري مخصصا لحفظ الأمن في المحافظات المحررة وإسناد القوات في جبهات القتال. نعود إلى استديو الأخبار إلى الزملاء. لم تقتصر غارات التحالف العربي على استهداف مواقع الميليشيا، بل طالت حتى المدنيين. مئات المواطنين بينهم أطفال ونساء كانوا ضحايا لغارات استهدفت تجمعات سكنية وأسواقا ومصانع ومراكز صحية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. في عمليات البحث والتنقيب عن الجثث المفقودة والضائعة، الكثير من القصص المخفية أحياناً والمنسية بعمد أو دون عمد أحيانا أخرى. هناك طرق متعددة للموت في ظل الحرب، فعملية القتال الدائرة جعلته بالسهولة التي يمكن فيها فقد الحياة برصاصة أو قذيفة مقصودة من ميليشيا على الأرض أو حتى على شكل غارات جوية خاطئة. المئات من المدنيين سقطوا قتلى وجرحى تحت هذا العذر، فيما لم تتوقف الأخطاء عن معاودة الظهور حتى بعد إعلان التحالف بعد كل خطأ فادح منها فتح تحقيق لتجنبها أو الاكتفاء أحياناً بالتنصر منها، إذ لا يحدث أن يكون الخطأ طرفاً في الحرب إلا في اليمن. ضربات التحالف الخاطئة استهدفت الأسواق، كما كان الحال في سوق لبيع المواشي في منطقة الفيوش جنوب لحج، وسوق الخميس في حجة، وسوق جوب في عمران، أو المباني السكنية حين سوت مباني المدينة السكنية بالمخافي الأرض وراح العديد من الضحايا، أو حتى تلك المصانع والمنازل في الحديدة وتعز وصنعاء وصعدة. عام كامل على ذلك اليوم الاستثنائي الخارج عن العادة والمألوف، حين كانت أولى ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية في فجر 26 من مارس من العام الماضي، والذي كان أهدافه بالأصل لحماية المدنيين، لكنها انحرفت على ما يبدو في بعض من ضرباتها ليكون المدنيون هم الضحايا الأبرز فيها. We'll be right back.
نظمت جمعية السلم الصاعد حفلاً ختامياً للدورة التدريبية الخاصة بالشباب في تقديم الإسعافات الأولية والخياطة والكوافير، والتي استمرت شهرين متتاليين. التقرير التالي والتفاصيل. حفل ختامي لدورة تدريبية استمرت على مدى شهرين متتاليين، نظمتها جمعية السلم الصاعد في أبين وبإشراف مباشر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. الدورة التدريبية استهدفت عددا كبيرا من الجنسين، والهدف منها تقديم المساعدة للشباب فيما يخدم ذواتهم ويؤمن مستقبلهم. هدفنا لهذا التدريب هو إيجاد وسيلة أو سبل عيش يتمكن المتدرب من تسيير معيشته، وإيجاد فرصة للاستمرار في حياته وعمله. مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. أتمنى أن كثير من الجمعيات تحظى بهذا المشروع، مشروع تدريب وتأهيل الإنسان حتى يستطيع أن يجد فرصة عمل. رئيسة جمعية السلم الصاعد دعت الجميع إلى التكاتف وبذل الكثير من الجهد من أجل النهوض بالوطن. نناشد كل الجهات الداعمة والمانحة لهذه الدورات بأن تقف معنا من أجل تطوير الفرد وتحسين مستواه المعيشي وتطوير مهاراته وقدراته المكبوتة. خطوة إيجابية وجهود مثمرة تقدمها منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بالشباب. تم توزيع عدد من الشهادات التقديرية لعدد من الصحفيين في المحافظة تقديرا وعرفانا من المجتمع لتلك الأقلام الحرة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 22 قتيلا في تفجيرات عدن ومقتل مسلحين في مديرية الشيخ عثمان. مواجهات متواصلة في تعز، والتحالف يسلم جبهة حيفان للجيش الوطني. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 13 مليون يمني بحاجة للمعونات الغذائية. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.